السلام عليكم، أيامكم سعيدة، كل عام وأنتم بألف خير، ونسأل الله عز وجل أن يعود عليكم العيد وأنتم إن شاء الله بخير وسلامة، وتكون أيامكم أفضل من هاي الأيام اللي جاي نمر بيها. موضوعنا لهذا اليوم هو عن طريقة الاهتمام بالشتلات وشلون تحافظ على هاي الشتلة لحد ما تخليها تنمو وتكون نبتة مكتملة. يعني مثل ما تعرفون اكو هواي ناس تكاثر النباتات، طبعا النبات يتكاثر على عدة امور، اكو نباتات تتكاثر بالبذور، اكو بالعقل، اكو بالعقل الطرفية، العقل الساقية، اكو بالاوراق مثل هسه هاي اللي جاي تشوفوها امامكم، واكو بالترقيد الهوائي. فهو عالم الاكثار عالم كبير، بس شلون تحاول ان تحافظ على هذا النبات لحد ما تخليه يصبح عندك نبات فاليوم ان شاء الله راح اشرح لكم خطوات بصورة كلش مبسطة حتى تعرفون شلون تحافظون على شتلاتكم اللي راح تكاثروها. اللي جاي تشوفوها امامكم هذه اوراق زامية، واللي بصفها اوراق بابا روميا، يعني نفس هذا بابا روميا نبات، انا هذا بنزل عنه شرح. هذه احنا مكاثرينها بالورق، طبعا هذه 70 سندانة، 50 زامية، و20 بابا روميا، والرقم جاي يصعد على كل. فهذه احنا هسه مكاثريهن، طبعا الزامية الجزء الاكبر من يمها حاليا دافعة جذور، يعني نسبة النجاح مالتها مرتفعة، والجزء الاخر بعده يعني صار قبل يومين تقريبا هو والبابا روميا كاثرناه فيتاخر. فاحنا راح نشرح كموضوع عام. نجي لاول مساله، المساله الاولى انه القواعد الاساسيه اللي تستخدمها للاكثار هي اولا تختار المكان، لازم تختار لك مكان يكون مظلل ما معرض للشمس المباشرة مثل هسه هذا اللي جاي تشوفوه امامكم، يعني العقلة او الشتلة تحصل اضاءة طبيعية لكن ما تحصل شمس مباشرة. فانتم هذا اهم موضوع، فحاولوا ان تهتمون بالتظليل من خلال استخدام التشادر الزراعي الاخضر. الامر الثاني ان يكون غير معرض لتيار هواء مباشر، يعني يكون ما معرض التيار هواء مباشر يضرب بالشتلة، وهذا الأمر كلش ضروري فحاولوا. الأمر الثالث وهو أن يكون الجو معتدل، يعني احنا دائما ننبه أنه أفضل وقت للإكثار هو الربيع والخريف لأن الأجواء تكون بيها معتدلة. بالشتاء تقدر تكاثر لأن تقدر توفر بيت بلاستيكي وتقدر أنت تصنع بيدك وتحمي بيه الشتلة من البرد، لكن بالصيف شوية راح تكون هنا صعوبة لأن بالصيف لازم توفر له فد مكان بارد وهنا شوية صعبة. بالنسبة أن احنا نقدر نوفر هاي المكانات الباردة فشوفنا يعني نقدر نكاثر على مدار العام، لكن انتم شوية صعبة. فأهم شيء أنه تحصلوا لكم مكان يكون معتدل الجو، يعني لا بارد كلش ولا حار كلش، جو معتدل، ويكون جو خصوصا اذا انتم كاثرتوا نباتات استوائية، يعني هاي النباتات الاستوائية اللي تحب الرطوبة يكون جو غير جاف، يعني مشبع بالرطوبة. هسه هذه الاساسيات اللي شرحناها. نجي الموضوع الاخر، التربة. اهم شيء بالتربة انه اذا انتم اكو طبعا بعض النباتات ما تهتم للتربة، يعني تجيبها مباشرة تشتلها بالزميج او الرمل او اي تربة راح تنجح عندكم، لكن هاي النباتات تكون قليلة ومحدودة. اغلب النباتات من تكاثروها لازم تستخدمون خليط تربة، يعني مثلا اذا كاثرتوا نباتات داخلية يفضل ان تستخدمون بيتموس وبرلايت مثل هسه هاي اللي جاي تشوفوها قدامكم، هذه تكون افضل تربة. او مثلا تستخدمون بيتموس وبرلايت وزميج او هذا الرمل ينخبط وتستخدموها، ما يصير تجي تستخدم بس الزميج لانه الزميج راح يكون تربة ثقيلة ما راح تصرف لك المي بسهولة، والجذر من راح يبدي ينمو
وراح يشوف هاي التربة الثقيلة ما راح يبدي يقدر يتحرك فتموت الشتلة عندكم. فأنتم أهم شيء تربة حسنة الصرف، وهاي وين تحصلوها؟ تحصلوها من خلال البتموس والبرلايت، حتى أو بس تستخدم بتموس. بس نصيحتي لكم أنه أنتم من تستخدمون أكثر حاولوا أن تخلطون برلايت ويا البتموس، لأن البرلايت به هواي فوائد للنباتات، وتقدر حتى تكاثر بس بالبرلايت، يعني ما يحتاج انه تخلط ويا بتموس، وهذا طبعا يكون افضل خصوصا بالزراعات الورقية. اهم مسألة هي الفطريات. اكو هواي ناس ينمو عدة، يعني الشتلة تنمو عدة ويفرح بيها، لكن يتفاجأ بعد اسبوع او اقل الاسبوع مباشرة ماتت عدة الشتلة، يظل محتار ما يعرف شنو السبب. هذه طبعا تهاجمها الفطريات. طبعا الفطريات تكون كلش خطرة، وخاف واحد يسألني يعني منين تجي او شلون تجي، هذه تجي لانه خصوصا الفطريات هي بكتيريا وغيرها، فموجودة تجي من خلال المي او تجي من خلال التربة، فهذه ماكو واحد يعني مأمن من يمه. فهنا انتم شو تستخدمون؟ اول ما تكاثر الشتلة مباشرة يمك، شلون مثلا انت من تستخدم للشتلة راح تستخدم لها هرمون مجذر، مباشرة وياها تبخ على التربة من خلال باخ او من خلال البودرة، يعني اللي ترشها تستخدم هو مبيد الفطريات. يفضل انه انت تخبطه خاشوقة شاي صغيرة ويا لتر مي، وكل ما تشتل تجي تبخ على الشتلة، وتبقى كل 14 يوم او مثلا كل 10 ايام ترش العقل او الشتلات، ترشها مبيد فطريات. هذا يكون يعني على شكل وقائي، فراح تحمي الشتلات من الفطريات. وحتى تسرع من نمو الشتلات وما تنتظر يعني سنة او اكثر من سنة، او احتمال يعني تتأخر اكثر، فلازم هنا تستخدمون اسمدة، وخصوصا تركزون على سماد عالي الفسفور، لانه الفسفور راح يعطيك مجموع جذري راح يسرع من الساق يمتنه وتكون عندك كثافة خضرية. فأهم شيء يعني بالبداية تركزون على سماد عالي الفسفور، هذا تركزون عليه وتبدي تستخدمه. يعني انت اول ما تكاثر تطي هاي الشتلات سماد عالي الفسفور، وبعدها تبدي تعد مثلا كل 14 يوم او كل 15 يوم تبخ النباتات مالتك بهاي الاسمدة سماد عالي الفسفور، حتى راح يسرع لك من نمو الشتلات. هذا كل ما يتعلق بموضوع طريقة الحفاظ على الشتلات. نتمنى ان تكون حلقة مفيدة، ونتمنى ان نكون افدناكم. وفي معلومة